مصر بتتكلم حرفي، وزي ما شفنا في التقرير فكرة اللي انت تقدم يعني المعرض ده يبقى هدية للعارضين بالمجان علشان يقدروا اللي هم يقدموا الحرف اليدوية اللي بيعملوها للأهالي والزائرين في شمال في الساحل الشمالي تحديدا. أعتقد ده في حد ذاته يعني أسمى عبارات التقدير والعرفان لمجهودات دول وتشجيعهم كمان علشان خاطر يقدروا يبذلوا المزيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن. صباح الخير يا أستاذ صبري. الحمد لله، يعني عاوزين بس نعرف تفاصيل أكتر عن معرض ديارنا ووجوده في الساحل الشمالي، إيه أهم يعني ما يميز هذا المعرض هذا العام؟ طبعا نصبح على كل أهل مصر الطيبين. في البداية أحب أقول إن معرض ديارنا هو يعتبر الحصان الذهبي اللي بيجوب كافة المحافظات على مستوى الجمهورية لدعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية، طبعا في ضوء اهتمام القيادة السياسية ورئيس الجمهورية بزيادة العدد المعارض والاهتمام بصغر المنتجين والأسر المنتجة ودعم الاقتصاد الوطني. وجهت معالي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ان احنا يعني يبقى لينا نقطة في كل محافظة او في كل منطقة نقدر نستثمر فيها قدرات الفئات الخاصة والشباب العامل اللي عاوز ينتج لصالح بلدنا لدعم الاقتصاد الوطني. طبعا احنا بقى لنا دلوقتي 3 شهور في الساحل في منطقة مارينا عاملين معرض برضه ديارنا الحمد لله بنجاح. حاليا دلوقتي تم افتتاح امس يعني طبعا معرض ديارنا بحضور معالي وزيره التضامن الاجتماعي، وكان حاضر مرافق ليها السيد الدكتور وزير الشباب والرياضه والسيد اللواء محافظ مطروح. المعرض هو يعني اضافه للعمل الحرف واليدوي. يعني استاذ صبري عفوا، بس حضرتك موجودين بقالكم 3 شهور، 3 شهور ده تحضير، لكن امبارح كان الافتتاح الرسمي. بقالنا 3 شهور في منطقه مارينا الساحل الشمالي. اللي تم اضافته معرض العالمين. نعم. طبعا عشان دي منطقه المفروض انها فيها افتتاحات رئاسيه، في اهتمام القياده السياسيه بيها. نعم. المنطقه دي منطقه جذب سياحي، منطقه واعده، فكان لازم يبقى لينا فيها تواجد. صحيح. طبعا مع الوزيره يعني اصرت ان احنا يكون لينا معرض في المنطقة دوت، كان هو مقام على حوالي 3000 متر، بنستهدف إن احنا يعني نساعد ال 120 عارض على فترتين، يعني احنا كل هدفنا تسويق المنتج المصري على مستوى محافظات مصر جميعها. نعم. لأن المعرض مشترك فيه كافة محافظات الجمهورية من أول أسوان لحد اسكندرية بمختلف المنتجات، السجاد، الخوص، المكرميات، شغل الزجاج البيركس وغيره. طبعا احنا عندنا منتجات كثيره بتتميز بها بعض المحافظات، ولكن دايما المنتج او صغار الصناع زي ما بيقولوا بيبقى عنده مشكله في التسويق، فاحنا بناخد بايده. معالي الوزيره فتح اسواق جديده استاذ صبري، يعني التسويق للمنتجات الحرفيه جزء من مصر السياحيه الجديده. احنا بنقول ان التسويق التجاري لمصر السياحيه الجديده مش بس قائم على ان احنا عندنا اثار وعندنا بحر، لا، احنا كمان عندنا منتجات اصيله يمكن جزء منها كبير كمان ممكن يكون متوثق باسمنا في اليونسكو. فكون ان احنا بنحاول نجمع كل الاماكن دي او كل الحاجات دي في مكان واحد لل سائحين، اعتقد ان ده بيفتح اسواق جديده. بالظبط يا فندم، احنا عندنا طبعا مع الوزير وجهت ان المعرض ده يعني يكون دعم من الوزاره او دعم من الدوله للفئات اللي هي الاسر المنتجه علشان نساعدهم على التسويق وعلشان الانتاج، لان دي هويه التراث المصري او بمعنى اصح الحرف اليدويه والتراثيه دي جزء من الثقافه المصريه سواء في الماضي او في الحاضر او في المستقبل. طبعا اهتمام القياده السياسيه دي بطول اهتمام دايما بالفئات اللي هي محتاجه تساعد وتدعم الاقتصاد الوطني. طبعا كان الافتتاح مشرف في وسط معرض فنيه في مدينه العالمين، وسط بقى لنا اكثر من 3 ايام في احداث تعتبر شبه يعني ايه احداث
يعني تضيف للمنطقة بهجة. ده أول معرض لديارنا في العالمين. ده يعتبر السنة دي طبعا أول معرض لنا في العالمين، لكن إحنا كنا متواجدين في الساحل على مدار 4 سنوات من خلال معرض ديارنا في منطقة مارينا قبل كده. صحيح. لكن السنة دي أول سنة لنا في العالمين، وطبعا المدينة إن شاء الله هيبقى ليها إن شاء الله، هي تعتبر هي مدينة عالمية فعلا، تعتبر إضافة للدولة المصرية من ضمن الإنجازات اللي أفخر إن السيد رئيس فخامة السيد رئيس الجمهورية أضافها للحكومة المصرية. إحنا طبعا بنهتم قوي إن إحنا يكون معانا الفئات الخاصة، ذوي الاحتياجات، مؤسسات المجتمع المدني، كل الفئات اللي ممكن تدعمنا لمساعدة المواطن ولتقديم الدعم الفني واللوجستي في كافة المراحل اللي هو بيتم فيها، إلى جانب إن الدولة نفسها ليها بعض يعني فيها كثير من المشروعات احنا بنستعد لافتتاحها، طبعا هتبقى افتتاحات رئاسيه. نعم. طبعا باهتمام وبرعايه الحكومه المصريه وفخامه السيد رئيس الجمهوريه. نعم. كل دي هتبقى اضافه للمواطن المصري في منطقه الساحل وعلى مستوى الجمهوريه، لان احنا ما بنشتغلش على منطقه واحده، لكن اصبحت حياه كريمه واصبحت المشروعات المصريه او صحيح. او رؤيه الحكومه. خليني اقول لك يا استاذ صبري كمان، يعني انا شخصيا اتوقع نجاح كبير لمعرض ديارنا في العالمين تحديدا، لان يعني لو قلت بالبلدي كده زبون العالمين هو دايما بيبحث عن المنتجات اليدويه، ففكره ان انتوا تودوا لهم المنتجات اليدويه لحد عندهم اعتقد هيبقى في اقبال كبير على المعرض وعلى هذه السلع. لكن يهمني هنا بعرف، لان عندنا المحافظات المصريه كل محافظه بتتميز بسلعه معينه، كم محافظه مشاركه في المعرض وعدد العارضين قد ايه، واهم ما يميز هذه السلع؟ طبعا احنا يعني لما بناخد حتى محافظات ما بناخد، يعني ممكن اكون مثلا في المرحله دي ممثل مثلا 12 محافظه، المرحله اللي بعدها بكمل، يعني المحافظات بتخش على التوالي. انا في الاخر المستهدف عندي ان انا ال 27 محافظه كلهم يكونوا ليهم مشاركه ويكون ليهم تواجد، والمنتجات المميزه في كل محافظه لازم يعني بهتم بابرازها، لان ده جزء يعني من النشاط السياحي للمحافظه نفسها. صحيح. ورؤيه الدوله ودعم للاقتصاد الوطني في الاخر. لكن هي المنتجات بتاعتنا مشرفه، عندنا منتجات ترتقي للمنافسه العالميه مش المنافسه المصريه فقط، عندنا بعض الحرفيين او بعض الاسر المنتجه يكاد يكون وصلت انها بتعمل تسويق خارجي. احنا كمان معالي الوزيره الدكتوره نيفين القماش يعني حريصه جدا انها تفتح اسواق خارجيه برضه خارج مصر، يعني دي فتره اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، ان هي بدات تعمل تنسيقات مع بعض الاماكن الخارجيه او العواصم او في الدول العربيه زي الامارات وغيرها، ان احنا نفتح سوق، الى جانب ان احنا كمان بنجهز لمعرض الدول اللي هو خاص بالدول العربيه، ده هيتعمل ان شاء الله في القاهره، وهتشارك فيه كل يعني كل الدول العربيه ان شاء الله بمنتجات كل دوله بمنتجاتها المشرفه. معرض ديارنا وارد ان هو يطلع يشارك فيه دول عربيه اخرى، او يعني يخرج بره بقى نطاق جمهوريه مصر العربيه ويطلع بمنتجاتنا اليدويه اللي احنا لسه بنقول احنا موثقينها وبنأكد على انها جزء من هويتنا بتاعه الشغل اليدوي، نقدر نخرج بيها، خصوصا ان احنا عندنا في العالمين سياحه ليست فقط من المصريين لكن هي سياحه من مختلف الاماكن. بالظبط يا فندم، احنا بالفعل كان يعني لينا تواجد في الدول العربيه ودول اخرى كتير بنسوق لها بعض المنتجات، ولكن في اهتمام اكتر وزياده في الفتره ديت ان احنا نعمل منافس جديده، ما نكتفيش بس بالتسويق الداخلي، لا يبقى في تسويق خارجي، في يعني اتفاقيات وفي بروتوكولات مع بعض الجهات والوزارات الداعمه لينا برضو في الحكومه المصريه، ان احنا في الاخر نقدر نطلع منتج يشرف بلدنا، يعني يبين اهميه ومهاره الحرف المصري في اتقان الحرفه اللي بيقدمها، وتكون واجهه مشرفه لمصر ان شاء الله باذن الله. كل الشكر ليك الاستاذ صبري عبد الحميد، رئيس الاداره المركزيه للتنميه والاستثمار بوزاره التضامن.